قناة قراءات من صلاة التراويح تقدم إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وأنعِم على عبدك ورسولك محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الناس، ما أطيب اللحظات وهي تقضى مع خير المرسلين، وما أحلى الأوقات وهي تمضى مع إمام المتقين، فبذكره يطيب الاستماع وعلى سيرته يحلو الاجتماع، وباتباع سنته يزيد الإيمان وتزول الأحزان وتتآلف القلوب في كل زمان ومكان. إنه الحديث عن رجل، ولكن الله اصطفاه من بين الرجال فجعله خير البرية وسيد البشرية، فما وطأ الثرى أكرم منه عليه الصلاة والسلام، فهو منة الله على المؤمنين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيها المسلمون، لا شك أن قلوبكم الآن قد اشتاقت لسماع أخباره، وأن نفوسكم قد تاقت لمعرفة آثاره، فهلم يا عباد الله في هذه الجمعة المباركة، وهي آخر جمعة في الربيع المحمدي عليه الصلاة والسلام، فلنستمع إلى أصحابه وهم يصفونه خلقاً وخلقاً. هذا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يحدثنا عنه عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه، فيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. وفي رواية قال رضي الله تعالى عنه: أزهر اللون، كان عرقه اللؤلؤ. وفي رواية أخرى قال: كان مربوعاً بعيداً ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أر شيئاً أحسن منه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبيض كأنما صنع من فضة. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة إضحيان، يعني في ليلة مقمرة مضيئة، فقال: فجعلت أنظر إليه وأنظر إلى القمر، فلهو عندي صلى الله عليه وسلم أحسن من القمر.
وكان صلى الله عليه وسلم ذا شعر يبلغ إلى قريب من منكبيه، وكان كثير شعر اللحية، ومع ذلك فقد توفى وعمره يزيد عن 60، ولما يشب من لحيته إلا أقل من 20 شعرة. فإذا ادهنت وآراهن الدهن، أي أخفاهن، ومع جماله عليه الصلاة والسلام، أي جمال خلقته، فقد حباه الله جمالاً في الأخلاق، وكرماً في الطباع، وحسناً في السيرة وصفاء السريرة. كان دائم البشر كثير التبسط مع أصحابه، يلاطفهم، يمازحهم، ويحسن معاملتهم عليه الصلاة والسلام. قال خادمه أنس رضي الله تعالى عنه: خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات أو 10 سنين، فما قال لي قط أف، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. كان من أحسن الناس خلقا، يقول: وما مسست حريرا ولا ديباجا ولا شيئا كان ألين من كف الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا قط، كان أطيب من عرق النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية عند الطبراني قال أنس: خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين، فما دريت شيئا قط وافقه ولا شيئا قط خالفه، رضا من الله بما كان. ولم يكن عليه الصلاة والسلام يغضب لنفسه ولا ينتقم لها، بل كان حليما رحيما. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم. أخرجه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم سهلا سمحا عظيم التواضع. فعند البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام فننطلق به حيث شاءت. وكما كان للجد وقت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكذلك كان ربما عدل عنه إلى المزاح في بعض الأحيان، يمزح مع أصحابه. ففي يوم من الأيام جاءته عجوز من عجائز المسلمين، وقالت له: يا رسول الله، أدعو الله أن يدخلني الجنة. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يلاطفها ويمزح معها، فقال لها: يا فلانة، إن الجنة لا يدخلها عجوز، إن الجنة لا يدخلها عجوز. فارتاعت العجوز وحزنت وظنت أن العجائز لا يدخلون الجنة، فولت تبكي. فلما رأى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخبروها أنها لا تدخل الجنة وهي عجوز، يعني ستدخلها وهي شابة لا عجوز. ثم قال لها: إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. وأخرج الترمذي بإسناد صحيح عن أنس أن رجلا من أهل البادية، رجل من أهل البادية راعي غنم وإبل اسمه زاهر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه حبا جما، وكان رجلا دميما. وفي يوم من الأيام كان زاهر في السوق وكان يبيع متاعا له، فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام يبحث عنه، فوجده فأتاه من خلفه، أي من خلف زاهر، وزاهر لا يدري. فأمسك به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال زاهر: من هذا؟ أرسلني أرسلني، يعني اتركني. ثم التفت فعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك به، فأمسك صلى الله عليه وسلم وقال: النبي عليه الصلاة والسلام يمسك الآن بزاهر ويقول: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ يمازحه عليه الصلاة والسلام. فقال زاهر: يا رسول الله،
إذن والله تجدني كاسدا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لكنك عند الله لست بكاسد، أو قال: أنت عند الله غال. يا لها من أخلاق عالية، أكرم الخلق، أكرم الخلق. يأتي إلى السوق في الظهيرة يبحث عن راعي غنم ليمازحه ليلاطفه. هذه الأخلاق خلقه عليه الصلاة والسلام، يمسك به من خلفه أمام الناس يمازحه وكأنه يريد أن يبيعه، فيضحك الرجل وينظر الناس إلى ذلك النبي الكريم وهو يمازح صاحبه ويلاطفه. فأين المتكبرون؟ أين المتجبرون الذين لا يكادون ينظرون إلى الناس فضلاً عن تكليمهم فضلاً عن ملاطفتهم؟ ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يظهر البشر والسرور مع ما كان عليه من ضيق العيش وقلة ذات اليد، فربما بات طاوياً لا يجد ما يسد به جوعه عليه الصلاة والسلام، وربما خرج من بيته من شدة الجوع، وربما قضى الأيام الطوال وليس له طعام إلا رديء التمر. يقول عروة بن الزبير، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وكانت خالته: والله يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أشهر أو شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. يقول عروة: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. متفق عليه. وأخرج البخاري ومسلم أيضا عنها رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت: ما شبع آل محمد من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. والدقل التمر الرديء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، ما زلنا معكم نتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام. خرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. ثم قال عليه الصلاة والسلام: قوما. فقام أبو بكر وعمر رضي الله عنهما معه، فأتوا رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأتهم رأته قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء. فجاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم ضيافا مني. فانطلق فجاءهم بعتق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا. وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوم. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العتق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما:
والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. أي نعيم هذا يا رسول الله؟ لو رأيتنا لتعجبت منا. الله أكبر، ما أعجب تلك الحال من أولئك الرجال الذين تركوا الضياع والأموال طلبا لما عند الله مما أعده الله لعباده الصالحين، ولم يكن الجوع وضيق الحال ليحول عن النبي عليه الصلاة والسلام وبينه وبين عبادة ربه، بل كان صلى الله عليه وآله وسلم في كل أحيانه متعبدا متخشعا قانتا لربه قائما له، حتى لقد ذكروا من عبادته ما يقضى منه العجب، فكان يطيل القيام ويكثر الصيام ويديم الذكر والاستغفار، فربما قام في الليل فقرأ سدس القرآن في ركعة، بل كان يطيل القيام وهو مريض وجع بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. فعند أبي يعلى والحاكم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قرأ ليلة وهو وجع السبع الطوال، وهي سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وآله أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام يوما فأطال النبي صلى الله عليه وسلم القيام، فقال ابن مسعود: فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به يا ابن مسعود؟ قال: هممت أن أجلس وأدع النبي عليه الصلاة والسلام. متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يبكي من خشية الله، فربما قرأ القرآن فبكى، وربما قرئ عليه فذرفت عيناه، وربما جلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى من الدموع. وكان إذا صلى سمع لصدره أزير كأزير المرجل من البكاء. وجملة القول أنه ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء أكرم على الله من عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فصلوا عليه كما أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، حيث قال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بفضلك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام ونصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم واجعلنا من الراشدين، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله. تابعوا كل جديد على صفحاتنا التالية.